السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، تبارك الله عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير جميعا. فيديو تحضيري كنحضروا الاخوان ديالنا التجار في جميع ربوع المملكه ان شاء الله، انهم ياخذوا الحيله والحذر من الشراء الذهب، بحيث ان واحد الاخ في الدار البيضاء يعني تعرض لواحد السرقه اللي هي شويه بشعه، والسرقه هذه كانت سرقت له واحد المجموعه لا باس بها من المجوهرات. فكنطلبوا من الاخوان تكون فيهم يعني شويه ديال يكونوا شويه بروفيسيونيل ويتعاملوا مع هذا الامر هذا بكل جديه، لان اليوم اللي وقع عن هذا الاخ هذا يقدر يوقع عن الاخ واحد اخر. يعني هذا السيد هذا ما كانش كيتسنى واحد النهار غادي يوقع له بحال اللي وقع له دابا. المهم على ايام بلا ما نطول عليكم، يعني ماشي غير ناخذوا الحيضه والحذر ديالنا، اننا نتعاونوا مع هذا الاخ هذا، ولا تعاوننا معاه راه بحال اللي كنتعاونوا مع راسنا، راه ماشي زعما تقدر تفكر بان عمرك ما يوقع لك هذا الشيء. هذا ما حدك في الدنيا يعني معرض لاي حاجه راك مقد يعني تقدر يعني تتعرض لها، يعني حتى شي حاجه ما هي بعيده، ما دام انك كتشجر وخدام في حيد الميدان الا وانك معرض لجميع الاحتمالات. فلهذا الله يجازيكم بخير كنطلب من الاخوان ديالنا يعني يتشبعوا ويخدموا شويه ديال الضمير المهني ويخدموا شويه ديال الرجله، شويه ديال 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 الترجاليت كما كيقولوا سوات ياك بوركي. لان علاش الاخوان باش نجيكم من الاخر، لان الذهب ملي كيتسرق شكون اللي كيشري واحد الذهبيه، بلا ما نبقى نكذبوا على الراس ديالنا، تفهمنا. الذهب كيتسرق مع الذهبي وكيشري الذهبي، هادشي اللي نقول لكم. ترجلوا مع الاخ هذا، لان الا ترجلتوا معاه راه ترجلوه مع راسكم، راه ما كترجلوا مع حتى شي واحد. يلا تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، احبكم في الله.